تسنيم سمعت شغلي ومبارح بالليل قالت لي اياها. شرفت خليها تحكي لك. تسنيم احكي لها لخالتي الحكي اللي مبارحة قلت لي اياه. اي حكي؟ لك عم فتونه قصتها. ايه والله قامت قيامته للقصر، يعني شو ما حسيته بشي؟ ما شاء الله انت بتسمعي وتوتة النمل، يعني حتى لو ما حسينا انت اكيد بتقليلنا. مرت عمي صار الحق علي، شو كنت عم بحكي؟ ايه عايدة كانت عم بتصرخ على امها وعم بتخانقها. والله صباح الخير. صباح النور والسرور يا آغا. كنت عم بحكي لها لمرت عمي شغلة عن فرات أفندي وفتون الكنة العزيزة. احكي حاجة العي. بيحبوا بعض هنن اتنين. هذا اللي ناقص. الظاهر هالمرة ما بتقدر تعيش بلا رجال. حاجة قلة حياة. الحكي بعرض العالم مانا شغلة سهلة. وانتي تسنيم خليكي متذكرة كلامي، انتي لسه بدك تساوي بلاوي ومشاكل اذا ضليتي تحري هيك. هي نبهتك ولا تقولي ما حكيت. انا حكيت يلي سمعته، ما غلطت يعني. بحلف لك اني ما حكيت كلمة غلط وما زودت حرف حتى. شو انتي عندك الحلفان مثل شربة المي؟ تتذكري بنت خالتي وقت قلت لك هيك رح يصير؟ انتي كنتي بتعرفي بس عم تكذبي على حالك طبعا. ايه وهلا شو رح يصير؟ عايدة طولي بالك ولا تزعلي. خطيتها صوتها ما عم يطلع. يلا جواد باي. عايدة ليكي فتون قلك مبروك ولا ما بتحبي بارك لك؟ ليش انت شو عم بتقول يا بنتي؟ تعي معي لفوق خلينا نحكي شوي. تعي. هلا بتكون المأزعة أكلت بهدلة مرتبة من أمي وروقت. أنا قلت لكم إنه رح يصير هيك، بالأخص أنت يا بنت خالتي. شفتي إني ما بحكي شيء إلا وبيكون الحق معي؟ والله هالمرة دخلت على عقل أخي. هلا لا تحطي الحق كله على المأزعة. أكيد هي عليها حق، إذا ما عطته الضوء الأخضر أكيد فرات ما بيعمل شيء، بس كان لازم هو يوقفها عند حدها. ايه على سيرة الضوء الأخضر والقصص يلي حكيتها قبل شوي، انت لوين أخذتها لهديك؟ حترجعي ولا شو؟ ليش كل هالأسئلة حابة تعملي لها زيارة؟ هالقصة تسكرت وخلصنا. أنا بحل كل هالشي. هلأ ما بدي اسمع ولا كلمة واحدة من حدا. شو صار معك ست فتون؟ إن شاء الله أكلتي بهدلة من أمي. على فكرة أمي بتعرف تبهدل وتخانق، لا تشوفيها هادية. أمك مشان ما تقسى عليك ما ضربتك أنت وصغير، ومشان ولد أنت بتدمر عمر إنساني. ما كان ناقص إلا فتون خانم لتحكي بموضوع الولد. هذا أنت ومستحيل تتغير. يا ترى مشان تحصل على الصبي مين هي اللي حرقت لها قلبها وشلت خطيتها؟ يلي مثلك صعب إنه يفهم صداقتي أنا وفرات، لأنك أصلاً ما بتفهم بالإنسانية. بس مو مستغربة؟ لأنك بتفكر كل العالم مثلك. أنت بالذات آخر إنسان بحق لك تنصحني وتوعظني. يلا على شغلك اتحركي. وأماني بتسلمي لي على فرات؟ ها شو عجبك كتير الحكي اللي قالته المأنزعة؟ رضا شو الأخبار عندك؟ لا أصحك لا تخليها لا تطلع ولا تفوت. يلا نقلع. تسنيم صبي لي شاي.